يا حبيبي، أسرتك وعائلتك هم الشيء الوحيد الذي سيبقى معك للنهاية، فلا تنخدع بازدحام العلاقات، فجيشك الحقيقي هم عائلتك، والمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه. سيدنا شعيب قال له قومه: وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك، أي ولولا عشيرتك لقتلناك. فيا أخي الفاضل، أسرتك هي المأوى، وعائلتك هي الإرث الأغلى، فلا تدخل في معارك مع أقاربك، فهذه المعارك المنتصر فيها مهزوم، ثم يتوارث هذه الهزيمة والكراهية الأبناء والأحفاد من بعدكم. علموا أولادكم أن الأخ سند وأن الأخت ضلع، فالأخت هي صاحبة أطيب قلب بعد الأم، وحينما تستند الفتاة على أخيها فإنها لا تسقط أبدا، والأخ الحنون رزق. واعلموا يا أحبابي أن التربية أمانة، وستسألون عنها يوم القيامة، فأخبروا أولادكم أن حب العائلة لا يعادله حب. أنا عن نفسي تعلمت من السنين التي مضت أن من لا خير فيه لأهله لا خير فيه للناس، فالأقربون أولى بالمعروف، وأنذر عشيرتك الأقربين. فهذا نداء عام من كل قلبي إلى جميع الأقارب: عانقوا أنفسكم، فالدنيا قصيرة، لا نضمن إذا نمنا أن نستيقظ غدا، فإذا كان بينك وبين أبناء عمومتك سوء تفاهم من سنة أو من سنتين، فبالله عليك صالحهم لوجه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وتذكر أن التسامح من شيم الكرام. والله يا إخوة، الحياة أقصر من أن نضيعها في المشاكل، فلما الحقد ولما الحسد؟ لما الكراهية ولما الضغينة؟ عيشوا حياتكم بطمأنينة. ونصيحتي لك يا عبد الله أن تكون بوالديك بارا، ولأخيك سندا، ولأختك معينا، ولجارك محسنا، ولأبناء عمومتك مخلصا، فالدنيا زائلة وكلنا راحلون.